في خضم الحرب الدائرة في اليمن، يسعى كثيرون إلى استحضار صورة هذا البلد قبل الحرب، وذلك عبر تذكر بعض الأحداث التي كانت تقام فيه بشكل منتظم، منها مهرجان الحافة للتراث الشعبي اليمني، والذي كان يقام سنويا ولكن لا يعرف مصيره هذا العام. جلال الجريري زار المهرجان العام الماضي وأبرز في مشاركته التالية أهم ما يميز المهرجان من رقصات شعبية وعروض فنية. لنتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني المشاهدين، معكم محدثكم جلال الجريري. نحن نطل هنا على منطقة الحافة، إحدى قرى المشقاص والتي تقع أقصى الشرق لمحافظة حضرموت مديرية ريدة والقصير. سنتحدث في تقريرنا هذا عن مهرجان الحافة للثقافة والتراث والذي يقام سنويا، وسنترككم مع هذا التقرير. منطقة الحافة إحدى قرى المشقاص والتي تقع أقصى الشرق لمحافظة حضرموت مديرية الريدة وقصعر، تطل على بحر العرب وتسندها سلسلة جبلية غير متناهية من جهة الشمال، ويحتضنها وادي تنشوف والصامت الزراعيين من جهة الشرق والغرب. تشتهر بكثرة حصونها التاريخية والتي تثبت عمق الحضارة التي شيدها آل جرير منذ القدم. وأشهر هذه الحصون الحصن الكبير، كما تشتهر بمآذينها الشاهقة والتي تحاكي الطراز المعماري لمنارة المحضار بتريم. سميت منطقة الحافة قديما بالهند الصغيرة لكثرة مياهها وخصوبة أراضيها ووفرة محاصيلها الزراعية. تقطن منطقة الحافة قبيلة الجريري الهلالية، منهم مغتربون في دول الخليج العربي، والبعض منهم يعمل في السلك العسكري والمدني للدولة، كما يعمل البعض بالزراعة وصيد الأسماك ومزاولة بعض المهن الأخرى. ويقام كل عام مهرجان الحافة للثقافة والتراث، والذي يستمر لعدة أيام، يشهد العديد من المسابقات الرياضية والثقافية ومسابقات في الرماية وإقامة الندوات الثقافية. وفي اختتام فعاليات المهرجان يقدم متحف الحافة للآثار والتراث عرضا متحفيا مفتوحا لقطعه الأثرية، والتي تزيد على 4000 قطعة أثرية، البعض منها نادر.